السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل إخواتي وأحبابي وأصدقائي ومتابعيني ومشاهديني من جميع أنحاء الوطن العربي. فضلا وليس أمرا اشترك معي في القناة وفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون ردا على فيديو بتاع أبو نور، طبعا أخويا وحبيبي وعلى دماغي من فوق. طبعا أنا مش بنتقده ولا بنتقد أي حد طبعا، بس كلنا بنتعلم من بعضينا. لو معلومة نقصاني ممكن بكملها منه وهو بيكملها مني، فكلنا في الأول والآخر بنكمل بعضنا. فطبعا الفيديو بتاعه النهاردة، أنا الفيديو بتاعه بتاع امبارح عامة، فأنا هرد النهاردة عليه على الفيديو بالذات. بيتكلم عن الكلاب الرويال بلاك أو الكلاب البلاك كود زي ما بيقول، أو البلاك كوت بيطلق عليها كذا اسم أو كذا مسمى، بس الاسم الصحيح لها اللي هو حاليا البلاك أو الكلب الرويال بلاك. وهو أصلا كلب من أساسه، يعني أنت يا أبو نور اتكلمت عن الكلب البلاك كوت الشورت هير واللونج هير. طيب إيه هو الشورت هير وإيه هو اللونج هير؟ في الأول والآخر كلب واحد وذكاء واحد، بس بترجع على حسب التدريب أو على حسب المعلم اللي معاه أو على حسب صاحبه أو على حسب صاحبه. لكن في الأول والآخر اسمه كلب جيرمان ويلف، اسمه كلب جيرمان ويلف. هو فصلته، هو فصلة الكلب الموجود عندي وعندك وعند أي حد، الكلب الملون، بس بتفرق في اللون، بتفرق في اللون، لكن الدماغ واحدة والذكاء واحد، والذكاء واحد. لا إلا إذا الرويال بلاك دماغه أذكى، أذكى. مع احترامي لحضرتك، أنا أنتج رويال بلاك، مربي كلاب رويال بلاك. أنا مش بطلع عشان خاطر والله مش بنتقد حد ولا بنتقدك يا أبو نور عشان خاطر ما تفهمنيش غلط، بس أنا بصحح معلومة عشان خاطر الناس ابتدت تفهمها غلط، الناس ابتدت تفهمها غلط. أنا أنتجت كلاب رويال بلاك، ربيت كلاب رويال بلاك من صغرها، وعندي الحمد لله بفضل الله تعالى كلاب ملونة، كلاب برضو مستوردة من بره، مستوردة من بره. لحد وقتنا هذا لسه ما ظهرتش كلاب، وإن شاء الله هظهر بس بعد شوية، تمام؟ وتدريب عالي جدا 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 جدا. في منهم بفضل الله تعالى احنا اللي مدربينه على ايدينا، وفي اللي لسه بندربه، في اللي مدربينه على ايدينا وفيه اللي لسه بندربه، تمام. نسبه الذكاء بين الكلب الملون والكلب الاسود، الاسود يفوقه في الذكاء، الكلب الاسود يفوقه في الذكاء. طب ازاي يفوقوا في الذكاء؟ الكلب الاسود كلب محترم، كلب ذكي، كلب نتكلم كده باللغه الفلاحه او اللغه يعني نرجع زمان شويه دايما عشان خاطر احنا بنتكلم في حته الشراسه وحته الطبع والتطبع في الكلب، بالذات الكلب الاسود. لما كنا زمان مثلا بنشوف كلب اسود كنا كلنا مرهوبين منه، لانه عارفين ان الكلب الاسود دايما هو اشرس الكلاب حتى الموجوده في الشارع، الكلاب البلدي، الكلاب البلدي. لما كنا نشوف كلاب عاديه كده اللي هي الابيض في اسمر او ابيض في احمر او الكلام ده كلته، كنا ممكن امشي جر ونمشي ونعدي وبتاع والكلام من ده. الا لما نشوف كلب اسود بالذات دايما يبقى عندنا رهبه منه، بنخاف منه، لانه بيقول لك الكلب الاسود ده كلب غبي شويه ومكر شويه وبيقوم فجاه يقوم يعاضد، كلام كتير كده كان بيحصل دايما زمان، وانت عارف الكلام ده كلته. طبعا الاخوه المشاهدين عارفين الكلام ده كلته وفاهمينه، تمام. فالكلب الرويال اصلا الكلب الرويال بلاك بيتميز بذكاء عالي جدا 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 جدا. مالناش دعوه بالكلاب بقى اللي هي موجوده، الكلاب البلاك كود اللي هي الكلاب العاديه خالص اللي هي ما فيهاش اهالي كويسه. احنا النهارده بنتكلم بنقول يا جماعه تحسين سلاله. يعني ايه تحسين سلاله؟ يعني النهارده يكون معانا كلاب رويال بلاك محترمه، فيها اب، فيها ام، فيها اهالي، فيها جدود، فيها وفيها وفيها. ليه؟ ما عشان خاطر بتنسب لسابع جد. اللي هو سابع جد مين؟ اللي هو مثلا ممكن يكون جده فيجاس، ممكن يكون جده زامب، ممكن يكون جده كوانتم، ممكن يكون جده اورزوس. دي كلها ابطال عالم، اجداد الكلاب الجيرمان الملونه.
اللي هي برضو شرسه، واللي البلاك واللي البلاك كود او الريال بلاك برضو من نفس الفصيله. ما في الاول والاخر اسمه كلب جيرمان، بتختلف الاسم واللون. كلب جيرمان، كلب ولف، في الاول والاخر كلب ولف او كلب جيرمان، هو كلب جيرمان، لكن بيتميز فعلا بحته الذكاء. انا ربيت، انا ربيت، انت حضرتك تمام، انت على دماغي. انت مثلا جات لك كلاب عشان تتدرب، ممكن يكون سلوكياتها اصلا تعبانه، ممكن يكون هي اصلا اصولها مش حلوه، ممكن يكون حاجات كتير فيها مش كويسه، الذكاء عندها محدود، مفيش الذكاء عندها محدود، مفيش. او طبع، او الزبون اللي جايب كلب، فدايما النهارده احنا عامه ممكن تلاقي جايب لك الكلب اللي هو الشورت هير، اللي هو ذكي دوك، في دم، في اصول كويسه، في دم، في اصول كويسه. ليه؟ عشان خاطر راح اشتراه من مكان كويس، او من مزرعه كويسه، او من حد ما. بس طبعا في غيتنا للاسف الشورت هير دايما رخيص، اللونج هير اغلى. فالنهارده عشان خاطر يروح يجيب كلب لونج هير بمواصفات كويسه من عند مثلا ابو نور، او من عند غيره، او من عند غيره، او من عند محمد، فطبعا هيتكلم في رقم في كلب رويال بلاك بشعرايه، فطبعا هيبقى صعب بالنسبه له، فمش هياخده، فمش هياخده، فهيجيب كلب شورت هير. يعني منتج السلاله هتلاقي عنده مثلا لو هو مجوز كلب شورت، تمام، هيكون عنده شورت ولونج، فطبعا بيخرج الشورت الاول، تمام، مثلا وليكن بثمن رمزي الجرو ب 2000 جنيه مثلا، واللونج هير مثلا ب 5000 جنيه او ب 4000 جنيه، فيكون الافضل له ان هياخد الكلب الشورت هير. ما هو الكلب الشورت هير في الذكاء بتاع اللونج هير، هي كلها في الاول والاخر كلاب واحده، كلاب واحده ودماغ واحده، مفيش حاجه اسمها اصل الشورت هير في ذكاء خارق واللونج هير موقوف الذكاء، مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص. انا معلش مع احترامي ليك، انا لفيت في الغيه كتير قوي، لفيت كتير قوي، تمام، شفت كلاب لونجات جايه من بره، بولندا، روسيا، الصين، شفت كلاب كتير لونج هير، كلاب رويال بلاك، الراجل يحلها، الراجل يحلها. كلاب بتعض، كلاب بتموت، كلاب مع اصحابها لما اخذ في الكلمه في اللفظ اللي انا هقوله، مش فردت شبشب بمعنى اصح، اصحابهم مفيش، ستوب. لكن مع الغريب مفيش الكلام ده كلته، والحمد لله رب العالمين. ممكن حد يرد عليا في الفيديو، الناس اللي جت خدت مني جراوي لما نزلت لهم جيري وشافوه، الناس اللي نزلت لهم جيري وشافوه، انا لحد وقتنا هذا لسه مش يعني يعني ما اديتش جيري شراسته بنسبه، مش هقول 80%، انا مديله دلوقتي شراسه بنسبه 40%، عشان خاطر اعرف اتعامل معاه، وعشان خاطر اعرف اجوز منه، وعشان خاطر اي حد يقف معايا وقت الجواز يكون بيجوز نتايته. لكن الكلاب اللي الريال بلاك بسم الله ما شاء الله فيها ذكاء خارق، فيها ذكاء خارق، كلاب ذكية جدا 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 جدا. مش هنقول بتتميز عن الكلب الملون او بتتميزش، هي في الاول والاخر كلاب كلها كلاب جيرمان، كلاب الراعي الالماني، الراعي الالماني دي اللي هو حسب منتج السلاله المانيا بيسموها الراعي الالماني، فكلها بتنسب في الاخر اسمه كلب الراعي الالماني، في الاول والاخر اسمه كلب الراعي الالماني او الجيرمان شيبرد، او الجيرمان شيبرد. مش كلامي، نشوف كلام منتجين السلاله في المانيا او الناس بتقول ايه، تمام. الكلب الراعي الالماني الاسود المعروف ايضا بالكلب البلاك كوت هو الكلب الالماني الاصيل، وتمتلك خصائص مميزه عن جميع السلالات، حيث كان يستخدم قديما في الرعي والصيد والحراسه، الرعي والصيد والحراسه، وتستخدمه السلطات والشرطه في عده مهمات مثل الانقاذ والتتبع وغيرها وغير ذلك، وتمتلك حاسه شم قويه للغايه. ما جبتش انا الكلام ده من عندي، ده منتجين السلاله هم اللي بيقولوا كده، منتجين السلاله هم اللي بيقولوا كده، ولا كلامي ولا كلام اي حد، منتجين السلاله اللي بيقولوا كده. انا كربيت شفت، انا كربيت شفت، لا شفت من اشرس الكلاب، لو كلب خد فرصته يموت، لو كلب خد فرصته يموت. عشان نكون صادقين وصريحين مع بعضنا، الكلب بالذات اللي هو الاسود اقسم بالله يا جماعه الوحيد لو خد فرصته فعلا يزعل. انا الكلب الاسود جيري عندي لو بيهاجم حد و
وخلاص ما طلهوش، ممكن يلف عليا انا بس مش بيلف عليا بيعضني بغباء، لا عارف اللي بيقولك سيب سيب عشان خاطر اروح اخلص معاه اخلص عليه. هو كده الكلب كان، انا الكلب دوك مربيه وهو عمره 4 شهور، جيري مربيه وهو عمره 4 شهور، جايبه وهو 4 شهور تمام. النهارده عنده 1 سنة و6 شهور او 1 سنة و5 شهور تمام. الفتره دي كلها بفضل الله تعالى، والله 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 ويشهد على كلامي ربي، انك يا جيري ما اديتك غير 3 حصص شراسه وحصتين طاعه، وبفضل الله بفضل الله انا هفرجكم يا جماعه ايه هي الطاعه، ايه هي الطاعه، الطاعه ولا هي وليس بالكلام وليس مثلا باي حاجه، هتبقى باذنك انت يا رب. هوريكم الطاعه يعني ايه، بنظره العين او بالاشاره، بنظره العين او بالاشاره. فدايما يا ابو نور بنتكلم بنقول نحسن من السلاله، دايما نجيب سلاله فيها خطوط دم كويسه علشان خاطر الذكاء، علشان خاطر التناسق، علشان خاطر الجمال، عشان خاطر العظم السليم، علشان خاطر وخاطر وخاطر حاجات كتير جدا. امال احنا بنتكلم بنقول دايما ليه، دايما بنقول يا جماعه ما نيجي نشتري جار ونشتري جار ويكون في اهالي كويسه واهالي محترمه وي وي والكلام ده كلته. طول ما انت معاك جار ومحترم وفي اهالي كويسه وفي خط دم كويس، ما هو الذكاء موجود. انت مش بتروح تشتري كلب مواصفاته وخلاص، او اللي بيروح بره بيشتري كلب من بره مثلا برقم بحوالي 10,000 او 15,000 دولار علشان خاطر يجيب كلب منظر وخلاص ويتمنظر بيه قدام الناس، لا ده بيجيب كلب يكون واخد بطولات بره. طب ابو الكلب اللي واخد بطولات بره دوت خد تاني خد تالت خد سادس، حتى سادس عالم لحد 10 عالم، ده خلي بالك كده محقق مركز جامد جدا برده، ما يكون مصري كلب 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 نزل مصر محقق 10 عالم بره، فدي حاجه محترمه جدا مش حاجه وحشه تمام كده. احنا عندنا بسم الله ما شاء الله هنا كلاب خدت تاني وتالت وسادس عالم ما شاء الله هنا في مصر تمام. وما شاء الله جد جري ما شاء الله واخد اول عالم. طب خد اول عالم في ايه؟ في التناسق، في الجمال، في الشكل، في الخطوه، في العض، انتوا واخدين بالكم، في العض، في كل شيء، في كل شيء. فدايما بنقول نختار السلاله الكويسه، طول ما انا مختار السلاله الكويسه، طول ما انا معايا جرو كويس، معايا كلب كويس، هيطلع دماغه شغاله مع صاحبه زي ما انت بتوديها هيشتغل معاك، زي ما انت بتوديه فهيشتغل معاك. فالنهارده اصبح اللي هو بيشتري زي ما احنا قلنا الجرو، الجرو الشورت، الجرو الشورت، راح خد جرو شورت من سلاله محترمه، فالكلب ذكي. فطبعا عايز كلب يربي كلب لونج هير، واللي عند مثلا ابو نور اللي هو اللونج هير غالي عليه، وليكن زي ما احنا قلنا ب 4-5 آلاف جنيه، فيضطر يعمل ايه؟ يشوف مثلا واحد زي محمد عنده كلاب لونج هير سودا، الله اعلم جايه منين، دنيتها ايه، فيها ايه، ظروفها ايه، الله اعلم الله اعلم تمام، ويربي منها. وللاسف الكلاب بتطلع كلاب شعبي، كلاب عاديه، كلاب عدله، ان كان فيها عرقوب او فيها تكه ميول تمام، دماغها ما اعرفش عامله ايه، مواصفاتها ايه، عظمها ما اعرفش ايه، في حاجات كتير جدا اصلا مش مفهومه، بس الكل بيربي والسلام، ما فيش اي مشكله. فربنا يبارك للجميع طبعا، ربنا يبارك للجميع. بس طبعا احنا بنتكلم النهارده لما بنيجي نتكلم في كلب لازم نتكلم في كلب وصفات، مواصفات وصفات وذكاء. اصل مش هروح النهارده اجيب كلب بارد مش حبه. يعني انا واحد من الناس مش بنتقد الكلاب الصيني، ربنا يبارك للجميع، انا جبت كلب صيني تمام، قعد معايا بالظبط يا جماعه 1 شهر، انا ما حبيتهوش، كلب كان شرس، كان فيه سنه شراسه وبيعض، بس كلب بارد، كلب مش حاسس ان هو كلب ولف، مش كلب ولف، ما حبيتهوش بعته. الكلب الرويال، الكلب الرويال طبعا انا يعني هتكلم عنه كتير مثلا عشان خاطر عندي، لا والله مش عشان خاطر عندي، انا اللي عندي اللي املكه حاليا هو جيري، وعندي كذا انتيه سودا ما عنديش مشكله، وعندي جراوي بفضل الله تعالى. في ناس كتير عندها مزارع ما شاء الله رويال بلاك، ربنا يبارك لهم. بس انا دخلت المزارع دي وشفت كلاب، شفت كلاب رويال، يعني انا والله ما قادر اوصف، ما قادر اوصف، يتقشعر لها الابدان، والله يتقشعر لها الابدان. كلاب ملونتي بس دلوقتي، كلاب احصنه احسنة، وكلاب لونج هير احسنة احسنة، وكلاب مواصفات وذكاء وشراسة، وكل اللي انت عايز تقول قول، كل اللي انت عايز تقوله في مواصفات الكلب الرويال بلاك موجودة. كلب راجل بمعنى كلمة راجل. يعني انا زي ما انا قلت لكم جبت لكم الحمد لله رب العالمين من منتجين السلالة
تمام. وبيقولوا تاني ثواني اهو يا جماعه برضو اهو مش عارف هبان كده ولا لا اهو الحمد لله مش جايب ده للاسف الصوره مش عارف اعمل كده ليه مره واحده يا رب تكون واضحه. بس مميزات الكلب الرويال بلاك او الكلب البلاك كوت: ذكي للغايه حيث يمكن تدريبه بسهوله ويطيع الاوامر التي تتطلب منه، اجتماعي فهو يفضل التواجد ضمن الأشخاص أو الحيوانات الأخرى طالما أنهم ليست عدوانية. والله ما أنا اللي بقول الكلام ده كله، أنا بقول منتجين السلالة هم اللي بيتكلموا بيقولوا الكلام ده كله. كلب ذكي جدا للغاية، كلب بيفهم، كلب ذكي جدا للغاية، كلب بيفهم، كلب ذكي جدا للغاية وكلب بيفهم، تمام. بيحب دايما الـ 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 يعني دايما يبقى متواجد في وسط العيله، يعني هو بيحب دايما يبقى هو سيد القطيع او سيء في وسط المجموعه اللي هو قاعد معاها. من ناحيه الشراسه مع الحيوانات مفيش، لو لقى كلب عدواني بيهاجمه، ما لقاش كلب عدواني مفيش الكلام ده كله. جيري دايما عندي دايما محبوس لوحده. هعمل فيديو والفيديو هيكون ان شاء الله هحاول هيكون بس مباشر، هيكون بس مباشر بمعنى او لايف، بطلعه من السلاكه او من البوكس وبطلعه فوق في وسط الكلاب، هنشوف ايه اللي هيتم. هل هو بيضرب الكلاب فعلا؟ ادي ما هو دي كلب اسود، هل بيضرب الكلاب فعلا؟ هل بي 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 بيهاجم الحيوانات؟ والله ما في الكلام ده، والله والله ما في الكلام ده كلته. هي بتبقى سوء تربية أو سوء غلط من اللي مربي الكلب، إن كان كلب بقى أصوله إيه، دنيته إيه، أنا مش فاهمها أو ما أعرفهاش، فده غلط منه، فدي غلط منه صاحب الكلب أو اللي هو أصلا ما يعني إيه، مش عايزين نقول ما روضهوش من البداية والكلام ده كلته. لأ طبعا، إحنا زي ما إحنا قلنا نرجع شوية للسلالة. ليه احنا بنقول تطور سلالة وننتج سلالة كويسة وليه نحسن سلالة وليه وليه وليه؟ علشان كده، علشان المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، علشان المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. طيب برضو حاجة تانية، تدريب الكلب البلاك كوت اهو يا جماعة، مش عارف شايفينه ولا لا. الكلب البلاك كوت يمكن تدريبه بسهولة للغاية حيث انه يتمتع بالذكاء والطاعة، فيمكنك تدريبه على الهجوم أو على الإنقاذ والسباحة، وطلب منه القيام ببعض الأعمال حيث أنه مميز ومطيع ويمكن استخدامه الطعام في التدريب، وكذلك استخدام ألعاب تانية ده في التدريب بتاعه. لو أنت عايز إيه في التدريب وكلام من ده بالأكل والشرب والكلام من ده كله، أنا جري بفضل الله تعالى انا كنت عامل فيديو وهعمل فيديو للكلام ده كلته، ان هو ما فيش الكلام ده كلته. انت عندك كلب ما ينفعش انك اصلا هو يعني كلب دوك مفروض ان هو شغلته الاساسيه ان هو كلب حارس شخصي او كلب اللي هو حارس المكان، فمفروض مش مفروض ان انا اكافئه عشان خاطر يؤدي الواجب بتاعه، لا ده لازم ان يؤدي الواجب بتاعه بعد كده ابقى اكافئه بعدين. انا معود الكلاب عندي على كده، كل واحد على حسب غيته وعلى حسب دماغه وعلى حسب السلاله اللي هي عنده. تمام يا جماعه متفقين؟ ده ردا على طبعا والله مش انتقاد يا ابو نور، ما تفهمنيش غلط مش انتقاد، بس انا حبيت اوصل معلومه صحيحه، لاني كده انت حضرتك هاجمت الكلب الرويال بلاك. تمام، ارجع تاني واقول مش عشان خاطر عندي، لا ده انا ان كان انا عندي كلب من واحد، ففي مزارع ما شاء الله كتير، ربنا يبارك للجميع، ولا هياخدوا بكلامي مع احترامي ليك ولا بكلامك، لانها ما شاء الله مزارع جامده جدا ومزارع معروفه. تمام، ما شاء الله ربنا يبارك للجميع طبعا، بس الكلاب دي ذكيه جدا للغايه، افهموا يا جماعه، الكلاب دي ذكيه جدا للغايه وشرسه جدا للغايه. الكلاب دي لو خدت فرصتها اقسم بالله ما بتحل، اقسم بالله ما بتحل خالص. كلاب ما بتهزرش، بالذات الكلاب السوداء. ما انا بقول لكم ارجعوا شويه كده لزمان لما كنا بنلاقي كلب الاسود في الشارع، ايه اللي كان بيتم ده؟ ديك بقى كلب شعبي او كلب شوارعي او كلب او كذا او كذا. لكن النهارده احنا بنتكلم في تحسين سلاله، بنتكلم في كلاب ابطالها اجدادها ابطال عالم، كلاب فيها اصول، كلاب فيها ذكاء، كلاب فيها فيها فيها
وبيستخدموها زي ما احنا قلنا بيستخدموها الشرطه في في الحراسات وفي حاجات كتير جدا. الكلب الاسود ما قالش الكلب الملون، قال الكلب الاسود لانه يتمتع بذكاء خارق، بذكاء خارق، ولا قال وما قالش ولا اللونج هير ولا الشورت هير. هو الكلب واحد، هو الكلب واحد والصفه صفه واحده. يعني الكلب الجيرمان الملون او الاسود هو كلب واحد. يعني هنقول مثلا النهارده في واحد راجل ابيض والتاني اسود، يبقى دوك ابن كذا ودوك يبقى كذا او دوك من كذا. لا، هو في الاول والاخر اسمه كلب جيرمان، او اسمه في الاول والاخر بعيد عن كلب جيرمان اسمه الراعي الالماني او الجيرمان شيبرد، الراعي الالماني او الجيرمان شيبرد. دي بتنسب للمنتجين السلاله او اسم البلد اللي هي المانيا، الراعي الالماني. تمام يا جماعه عشان نبقى متفقين ان الكلب، لان انا يا ابو نور ان كان جالك مثلا كلب 2 3 10 15 كلب جايين يتدربوا كلاب سودا، كلاب سودا، بس انا بقول لحضرتك اهو تمام، مش كلاب، مش كلاب جايه فيها اصول، مش كلاب جايه فيها اصول، مش كلاب جايه فيها دم، مش كلاب جايه بنت ناس، مش كلب جاي لك بورق جاي يتدرب. مش طبعا مش بقول بيك، لا انت طبعا قد الدنيا كلها والله، بس انا اقصد الناس اللي جايبه الكلاب وجايه، مش جايبه الكلاب دي. اما انت ربي كلب من ده، او انت هتستورد كلب من الكلاب ديك وتفرج على جماله وعلى شرسته وعلى ذكائه وانت شوف بنفسك. والله انت اللي هترجع، انت اللي هتطلع وتغير رايك، والله انت اللي هتطلع وتغير رايك. كلب الاسود كلب في الشراسه فظيع 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 فظيع. انا ربيت وعارف، مع احترامي ليك ومع احترامي لاي حد. فالفيديو طبعا يعني كان رد على بعض كلامك، طبعا مش انتقاد، انت اخ طبعا، اخ اكبر، وربنا يدوم المحبه والمعروف يا رب دايما. فارجو ما يكونش في زعل، بس احنا لازم نوضح للناس عشان خاطر الناس ما تكرهش السلاله دي، لان السلاله ديك هي يعتبر لو احنا هنتكلم في سوق، لو هنتكلم في سوق هي دي سوقها، لو هنتكلم في مواصفات وشكل وهيبه ومنظر هو الكلب الاسود، هو الكلب الاسود. هالكلب الاسود كده في اصوله، في يعني مواصفات كويسه جدا، وحمي الكلب وسرحه كده ومشطه وبتاع، اتفرج على الكلب وحط كلب ملون وكلب اسود اتفرج، انت اتفرج واحكم. الكلب الاسود كلب فيه طله، فيه هيبه. تمام يا جماعه، ارجو ما اكونش اطلت عليكم في الفيديو، فسامحوني سامحوني سامحوني، وارجو ما يكونش ما حدش يزعل مني، واسف جدا على الاطاله. سلام الله عليكم يا جماعه.